بالنسبة لهذا النشاط هو ميساج كنقولوا فيه المزج ديال الثقافه بين الثقافه الخليجيه والثقافه المغربيه، بين المراه المغربيه ابداع وتميز وامتياز المراه المغربيه وابداع المراه الخليجيه. بالنسبه للنادي ديالكم شنو هما الاهتمامات الاخرى اللي كيهتم بها من غير الموضه والقفطان المغربي والعربي بصفه عامه؟ بالنسبه للنادي هو نادي ديال الاعمال، يعني الاهداف ديالو هو اهداف اقتصاديه سوسيو اقتصاديه واجتماعيه. بالنسبه للاقتصاديه احنا بالنسبه لنا في المغرب يعني هي بوابه غنفتحوها باش نساعدوا اننا نبرزوا الموارد ديالنا باش نجلبوا المستثمرين للبلاد، خصوصا المستثمرات الاماراتيات والخليجيات بصفه عامه للمغرب. وما نساوش بان النادي وهو فيه 33 فرع حول العالم بين اسيا واوروبا وامريكا واستراليا. بالنسبه لنا هذا المجال اننا نفتحوا الباب للصانعه المغربيه او المقاوله او الشابه المقاوله المغربيه انها تبرز المنتوج ديالها على العالميه. كنشكر شوف تي في وعلى التغطيه الرائعه ديالها وعلى التميز ديالهم، وكنشكر الطاقم ديال شوف تي في، وانا من الناس اللي كيتبعوا شوف تي في على المصداقيه ديالها وعلى البروفيسيوناليزم ديالهم. كنشكركم. هي الفكرة أساسا جت أن يكون في نادي الإمارات واسم الإمارات متواجد في كل دولة سواء عربية أو أجنبية. من هنا انطلقنا تشكيل مجلس السيدات سوري مجلس الأعمال الدولي، وأيضا خلال سنة واحدة وصلنا إلى الدول العربية المغرب وتونس والجزائر. احنا عندنا على فكرة بكرة إن شاء الله زيارة للجزائر، وكان عندنا تمثيل سيدة أو رجل أعمال يمثل هذا النادي في كل دولة. أنا موجودة اليوم من أجلكم ومن أجل كل أمرأة.